احلى حاجه زي ما قلت لكم خلطه ورق العنب ني في ني، اللي هي ما بتتحطش على النار، وطالما ني في ني يبقى في حاجتين لازم اعملهم عشان تطلع معايا حلوه ومظبوطه. اولا البصله تكون مبشوره بالشكل ده وما تكونش كتير، طالما نيه يعني البصله مش هتتحط على النار يبقى البصله ما تبقاش كتير في الخلطه عشان ما يبقاش طعمها باين قوي. حلو كده. وبعد كده هعمل ايه؟ هتبل البصله الاول. فين المعلقه اللي كانت معايا حالا؟ اهي، معلش عشان انا بس بنسى. هحط على البصله شويه ملح، وهنحط كمان على البصله شويه فلفل اسود وكمون وكزبره. بصوا كده، ادي البصله تبلناها الاول وبعدين حطيت عليها الخضره وبديها دعكه كده. شوفوا بقى ازاي احلى طريقه للخلطه الني في ني، اخلي البصله والخضره يشربوا كده من التوابل ويشربوا من بعض، حتى الخضره تبتدي ايه تدبل معايا شويه، بتنزل لي ميتها. بصوا اهي شايفين، هو ده، ودي ميه البصل كمان كده. تعرفي بقى ايه؟ انك عامله شويه خلطه عسل. بعد كده هاخد الطماطم المبشوره واحطها عليهم ونقلب كده بالشكل ده. كل حاجه قلبيها بايديكي. ليه؟ لان احنا بنضغط عليها بايدينا، مش تقليب معلقه عادي، لا. بصوا ازاي اهو، ادي يا ستي، جميل جمال ملوش مثال. شوفوا الخلطه بتضرب نار، الصلصه بسم الله، وبرده نفس الحكايه. احلى حاجه بقى في الطريقه دي انها سريعه. حضري كل مقاديرك وادي ادي كله كده تقليب تقليب تقليب. بصوا شايفين الخضره كمان دبلت ازاي، الله، والريحه طالعه حلوه قوي قوي. هنا بقى خلاص هي جاهزه كده ومستعده لاستقبال الرز. بسم الله، ننزل كده، ننزل بالرز، وبرده نفس الحكايه نقلب كده بايدينا واشوف محتاجه رز تاني هديها، مش محتاجه خلاص شكرا. يعني ما تنزليش بشويه رز مره واحده، بكيلو رز كده مره واحده تلاقي الخلطه بيضت منك وتبص تلاقي الرز بلع شكل وطعم الخضره وطعم البصل، لا تعمليش كده. اهو بصوا شويه بشويه، خلاص انا مش عايزه رز تاني. هناخد بس شويه نعناع ناشف كده، زي ما قلت لكم بيليق قوي قوي مع طعم ورق العنب بهذا الشكل. بس يا ستي اخر حاجه فاضله معايا شويه زيت. بص يا استاذ احمد شكل الخلطه عامل ازاي، عسل. الخلطه لونها وريحتها اللي انا شميها دلوقتي وطعمها كمان هيبقى عسلين، يعني ما شاء الله عليها. اهو نقلب كده كله في بعضه ما شاء الله. شويه الزيت بقى اللي بيتحطوا دول كمان بيدوا تماسك للخلطه، يعني انا لو مسكت كده شويه وقفلت عليهم كده، بصوا متماسك ازاي، يخلي لي صباع ورق العنب متماسك لوحده ما شاء الله عليه. دلوقتي بقى هنحشي، يلا بينا. بسم الله، سموا كده وايدكم معايا كده، المحشي يحب الايد على ايد. ورقه العنب اهي، الناحيه الخشنه هي اللي بصالي لفوق لعرايسنا الجداد في المطبخ. هحط كده شويه رز صغيرين، صباع ورق العنب كل ما كان صغير كل ما بقى احلى واحلى. نعمل كده، نقفل كده ونقفل كده. بصوا ازاي كل الحروف الزياده دي خديها كده على جوه، قفلي قفلي. بصي حروف زياده اهي، خديها كده جوه اهي 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 اهي. الله الله الله، شوفوا بقى طعم طعامه كده. خلاص حشينا ورق العنب وظبطنا كمان اللحمه بالخضار والتوابل. نرص بقى ورقه اللحمه بتاعتنا، تنفع قوي قوي يا جماعه في العزومات. الفويل فين؟ بتبقى جميله في العزومات وشيك جدا جدا، وعايزين فويل احسن لكم. لا فيه اني اسف دايما انت يا منى متسرعه كده. نطلع كده ايه ورق الفويل بره الصينيه، ماشي. بصوا صينيه عاديه اهي، صينيه المونيوم عاديه جدا، تمام. ادي ورق الفويل اطلعه لبره كده من الجنبين اهو، اقطعي. عملت اهو كده راق بالعرض، هعمل نفس الفكره بالطول. بسم الله، اهو شايفين ازاي بالشكل ده اهي. نفس الحكايه في ورق الزبده، عشان انا مش عايزه
الفويل اللي هو اللي يبقى مباشر في الاكل. غلط، ما تعملوش كده، لازم يبقى فيه عازل. العازل بقى الامان بتاعنا جدا جدا هو ورق الزبده. نفس اللي انا عملته في الفويل هعمله في الزبده كده. ماشي، وادي برضو طبقه كده اهو. بسم الله ما شاء الله. ماشي يا ستي، وبعدين بقى هنعمل ايه؟ تعالى بقى معانا كده بقى يا استاذ احمد، نرص بقى الجمال ده. ممكن بس استاذنك كده ايه تقها لقدام بس شويه كده؟ يلا بس كده. طب ما بتقولش ليه والله؟ مش انا بقول لك قلب الام. بصي، هاخد شويه من اللحمه بالخضار، هفرش بيهم الاول الصينيه تحت، ولما احط بقى اللحمه والخضار هو ده اللي هيثبت لي ورق الزبده وورق الفويل اهو بالشكل ده. شوفوا بقى بلف لكم ورق العنب ازاي في ورقه اللحمه. فن ده ولا مش فن يا استاذ احمد؟ يعني قولوا لي بس، والله سبع صنايع. بصوا، طلعي بقى كام حته لحمه على الوش كده. يا سلام، اتفضلوا، رسمت لوحه فنيه. هنقفلها ازاي؟ هاخد ورق الزبده الاول على الوش كده. لاحظتوا بس كده استاذ احمد بيستعرض لنا لوحتنا الفنيه، ان انا حطيت شويه ميه حوالي نص كوبايه. طب ممكن شوربه؟ لا مش لازم، شويه ميه لان اللحمه متبله كويس، وكمان ورق العنب متبل كويس قوي، فمش محتاجين تبقى شوربه متبله، ميه ومش هتبان خالص انها ميه. انا عايزه اقول لكم الورقه دي طعمه طعمت السنين من الاخر. بصوا بقى، قفلت كده الحرفين على بعض، وبعدين هروح مقفله الحرف الثاني كده. وخدي كل الزيادات دي على جوه كده، كانك ايه بتعملي فطيره كده. عارفين الفطيره المدوره بندورها ازاي جوه الصينيه؟ دي نفس الحكايه اهي كده. بصي كل الزيادات جوه اهي. عايزه بس ايه اوريكم الغرض من ورقه الزبده، هو ده، انها حامت لي الاكل كله من انه يبقى ملامس مباشره للفويل اهو. شوف ازاي بس اهي، ولا كلمه. دلوقتي بقى اقفل بالفويل وانا مطمنه اهي. بصوا ريدي كده كده، كل الزيادات هندخلها جوه في الحروف اهي. ريدي كده اهي. شوفوا، بصوا شوفوا الجمال. هنا ساسكت قليلا احتراما لهذا الجميل.